السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبز. في هذا الفيديو إن شاء الله راح أقدم لكم تطبيق للربح بطاقة جوجل بلاي، فأنا أعلم أنني غبت عنكم عن هذه السلسلة للربح بطاقة جوجل بلاي، ولكن أعدكم ابتداء من اليوم راح أقدم لكم تقريبا 3 أو 2 من الفيديوهات حول الربح بطاقة جوجل بلاي. اليوم أتيت لكم بتطبيق سهل الاستخدام، فمن خلاله يمكنك الربح بطاقة جوجل بلاي وأيضا شحن رصيد الباي بال. سأفرك طريقة استخدام هذا التطبيق. كل ما عليك فعله هو متابعة هذا الفيديو إلى آخره، وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة أمرجو ضغط الزر تابوني ثم التفعيل خاصية الجرس، كذلك تتوصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة، وأيضا لا تنسوا ضغط الزر لايك للفيديو تشجيعا لنا أن نستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، قدمت لكم من جديد. نعم، فكما قلت لكم في بداية الفيديو أتيت لكم بتطبيق للربح بطاقة جوجل بلاي. الآن سوف أشرح لكم ما التطبيق إخواني الكرام، فأنا لم أقم باستخدامه بعد، قمت بتحميله فقط وأردت أن أشاركه معكم إخواني الكرام. المهم، هذا هو التطبيق إخواني الكرام، سوف تجدون الرابط التحميل أسفل هذا الفيديو. فبعد تحميلك لهذا التطبيق نقوم بالدخول إليه. انتظر قليلا ريتما يتم الدخول مباشرة إلى الواجهة الرئيسية لهذا التطبيق. فكما ترون اسم التطبيق Meaning Time، فكما ترون هذه الواجهة الرئيسية لهذا التطبيق. أول شيء إخواني الكرام نقوم بالتوجه إلى هنا، نقوم بالضغط على هذا الشكل، نقوم بالضغط على بالانس. هنا تجد أرباحك يا أخي الكريم، قم بالرجوع. وهنا يقول لك إذا فتحت التطبيق في اليوم الأول راح تحصل على 20 نقطة، ولتضاعف هذه النقاط عليك بمشاهدة الإعلان عبر تطلع دوبل كوينز. وإذا أردت أن لا تشاهد الإعلان اضغط على كولكت في الأسفل. نحن نريد مضاعفة الأرباح، لذلك راح نقوم بالضغط على دوبل كوينز. وإذا فتحت التطبيق في اليوم الثاني راح تحصل على 60 نقطة. إذا قمت بمشاهدة الإعلان راح تضاعف، راح تصبح 120. في اليوم الثالث تصبح تحصل على 200 نقطة، في اليوم الرابع 100 نقطة، وفي اليوم السابع 400 نقطة، وعندما تشاهد الإعلان راح تصبح 800 نقطة. سوف أقوم بالضغط على دوبل كوينز لمشاهدة الإعلان لكي نضاعف النقاط إخواني الكرام. بعد أن قمنا بمشاهدة الإعلان نقوم بالضغط على علامة الضرب، يعني إزالة الإعلان. فكما ترون كانت لدينا 40 نقطة، وعندما قمنا بمشاهدة الإعلان أصبحت 80 نقطة. سوف تضاف إلى هنا وراح تصبح 280 نقطة. فهذه 200 عندما تقوم بفتح التطبيق لأول مرة يعطيك 200 نقطة هدية. الآن نقوم بالضغط على كوليكت، فكما ترون ذهبت إلى هنا وأصبحت 280 نقطة. نأتي إلى هنا مرة أخرى، هنا إذا أردت التواصل مع صاحب التطبيق، وهنا Setting بعض الإعدادات لهذا التطبيق، هنا Sound Effect يعني الصوت، وهنا Background Music يعني هنا الموسيقى الخاصة بهذا التطبيق عندما تستعمله في الربح. الآن نقوم بالضغط هنا على هذه المركز، فهنا إذا أردت أن تحصل على VIP فعليك بالنقاط. إذا كانت لديك 18,000 نقطة تقوم بالضغط عليها لكي تحصل على حساب VIP أول. وإذا أردت VIP 5 فعليك ب 90,000 نقطة، شراء VIP 5 ب 90,000 نقطة. نقوم بالرجوع إلى الخلف. قبل أن أتطرق إلى شرح لكم طريقة العمل في التطبيق، أول شيء علينا أن نقوم بتفعيل التطبيق، يعني إدخال الكود والحصول على بعض النقاط. نأتي إلى هنا، نقوم بالضغط على هذا الشكل، وهنا في هذه الخانة الأولى نقوم بكتابة هذا الكود. عندما تقوم بكتابة هذا الكود راح تحصل على 1600 نقطة.
أو 600 نقطة يا إخوان الكرام. يعني عندما تقوم بإدخال هذا الكود هنا تحصل على 600 نقطة. راح أقوم بإدخال الكود ثم أعود إليكم. أقوم بالضغط على جيت. عندما قمت بإدخال الكود أقوم بالضغط على جيت، فكما ترون حصلت على 600 نقطة. أقوم بالضغط على كولكت، سوف تضاف هنا. كانت في الأول لدي 180، الآن أصبحت 680. هذا الكود يا إخواني الكرام سوف تجدونه أسفل هذا الفيديو، مرفق مع الكود للتحميل، عفوا مرفق بالرابط للتحميل التطبيق. عندما تقوم بدعوة الأصدقاء راح تجدهم هنا يا أخي الكريم. نقوم بالرجوع إلى الخلف، نقوم بالضغط هنا لكي نرى ماذا يوجد. عندما تلعب تحصل على مجوهرات، عندما تأتي المجوهرات إلى هنا في 5 يمكنك الضغط أو فتح الصندوق وتحصل على المجوهرات أو رصيد على البايبال على ما أظن. نعم لقد فتحت لنا هذه إخواني الكرام، نقوم بالضغط عليها. هنا السحوبات، نختار دائما أمريكا. أين هي أمريكا؟ نعم يونايتد ستيت. عندما تقوم بتغيير إلى أمريكا راح تتاح لك عدة طرق للسحب. هنا بطاقة أمازون وأيضا باي بال وأيضا بطاقة جوجل بلاي وآيتونز وستيمز وبلاي ستيشن وإكس بوكس لايف، وكل ما يهمنا وهو الربح بطاقة جوجل بلاي وأيضا رصيد على الباي بال. الآن نقوم بالرجوع إلى الخلف، نقوم بالضغط هنا في وسط الشاشة هذا الشكل لكي يمتلئ هذا. نعم لقد حصلنا على 3 دولار. نقوم بالضغط على كولكت وسوف تضاف هنا. كانت هنا لدي 0 دولار على الباي بال، الآن أصبحت 3. نقوم بالضغط مرة أخرى هكذا، نقوم بالضغط عدة مرات حتى يمتلئ هذا. حصلنا على 1.23 دولار. نقوم بالضغط على كولكت، الآن أصبحت 4.23، كانت 3 يا إخواني الكرام. نقوم بالضغط مرة أخرى لهذا الشكل. وبهذه الطريقة يمكننا الربح من خلال هذا التطبيق الرائع. الآن حصلت على 1.53، راح تصبح 5.76 دولار فكما ترون. مرة أخرى يا إخواني الكرام على هذا الشكل، نقوم بالضغط ضغط حتى يمتلئ. وهنا حصلنا على 35 نقطة لمضاعفتها. نقوم بالضغط على الدبل كوينز. أنا لن أقوم بمشاهدة الإعلان لكي لا يكون فيديو طويل. نقوم بالضغط على كوليكت، فقط أريد الحصول على 35 فقط. مرة أخرى على هذا الشكل، حصلت على 0.246 دولار. نقوم بالضغط على كولكت لمشاهدة الإعلان لكي نحصل على تلك الرصيد على الباي بال. 0.246 دولار. إن لم نشاهد الإعلان فلن يتم قبول تلك الأرباح يا إخواني الكرام. ننتظر قليلا، نقوم بإزالته. كما ترون حصلنا على 2.46 دولار. الآن راح نتطرق إلى شرح هذه الميزة أيضا. نقوم بالضغط عليها، وأيضا هنا يمكنك الربح من خلال هذه الطرق. فهنا تجد هذه مقفلة إخواني الكرام، هذه أيضا مقفلة to analog. الآن سوف نتطرق إلى هذه الميزة الأولى وهي عن طريق سبين. نقوم بالضغط على ستار وننتظر سبين، وننتظر راح نشاهد على ماذا نحصل. حصلنا على 200.242 دولار. نقوم بمشاهدة الإعلان لكي يتم احتساب تلك الأرباح يا إخواني الكرام. فمدة مشاهدة الإعلان لا تتجاوز 30 ثانية. نعم نقوم بإزالته، ومرة أخرى نقوم بالضغط على ستار وسبين لكي نحصل على النقاط أو نحصل على الأرباح على الباي بال. نقوم بالرجوع للخلف، هنا أيضا سبين على ما أظن. نقوم بالضغط على ستار، نقوم بالضغط على جو وننتظر قليلا،
وراح نشاهد على ماذا سوف نحصل. هل نحصل على النقاط أو نحصل على رصيد البايبال؟ نعم لقد توقف، ربما هذه. نعم لقد حصلنا عليها، حصلنا على 2.88 دولار. إن قمت بإزالة هذه النافذة فلن تحصل على الرصيد. قم بمشاهدة الإعلان، 30 ثانية كما قلت لكم لمشاهدة الإعلانات في هذا التطبيق. وبعض الإعلانات يمكنك مشاهدتها فقط لمدة 10 ثواني أو 15 ثانية لكي تحصل على الرصيد أو النقاط. المهم ننتظر لبعض الوقت يا إخواني الكرام، فأنا أريد أن أشرح لكم التطبيق بالتفصيل. نقوم بإزالة الإعلان. نعم حصلنا على 2.88 دولار. فهذه الطريقة سهلة جدا يا إخواني الكرام، راح أقوم بالرجوع إلى الخلف. وبقيت لدينا هذه فلاب بي 4، عليك باللعب في هذا اللعبة لكي تحصل على النقاط أو رصيد البايبال. نقوم بالضغط هنا، هنا يقول لك فقط عليك بمشاهدة الفيديو على ما أظن أو مشاهدة إعلان لكي يتم فتح القفل والدخول والربح من خلال هذه الطرق المتبقية. نعم لدينا 4 طرق لكنها مقفلة، فعليك بالعمل في التطبيق على ما أظن لكي تحصل على النقاط كثيرة لتفتح معك هذه الطرق. المهم إخواني الكرام، كان هذا هو شرحنا لهذا التطبيق. وبقيت لدينا هذه الميزة راح نقوم بالدخول إليها، Game Stacks Task Money. نقوم بالضغط عليها ونقوم بالضغط على التاب Collect. حصلت على 6 نقاط. وهنا أيضا لمشاهدة الفيديوهات، لديك 5 فيديوهات يعني 5 إعلانات يمكنك مشاهدتها والحصول على بعض النقاط. ننتظر قليلا، نقوم بإزالة الإعلان. نقوم بالضغط على Collect. فكما قلت لكم كانت 5 إعلانات، عندما قمت بمشاهدة إعلان بقي لدي 4 إعلانات علي مشاهدتها كاملا والحصول على بعض النقاط. وهنا انفيت فريند، هنا هذا الكود لدعوة الأصدقاء. عندما تقوم بدعوة صديق راح تحصل على 1600 نقطة، وذلك الصديق عندما يقوم بإدخال هذا الكود راح يحصل على 600 نقطة. نقوم بالرجوع للخلف، وهنا سبيسيال اوفرز، وهنا عليك إكمال بعض العروض والحصول على النقاط. لن أقوم بذلك ف سوف أدعك تكتشفها بنفسك، فقط تقوم بالضغط هنا أو هنا أو هنا. هنا يقول لك عليك بالاشتراك في القناة يوتيوب والحصول على النقاط. وفي هذه الخانة عليك بإكمال بعض العروض أو تحميل التطبيقات واللعب فيها والحصول على النقاط. نقوم بالرجوع للخلف، بقيت لدينا ميزة واحدة وهي جيم تاسك، نقوم بالضغط عليها. فهذه تطرقنا إليها إخواني الكرام قبل قليل. المهم كان هذا هو شرحنا لهذا التطبيق، وإلى هنا انتهى الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.